مشاهدينا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا غير إنسان. اليوم معنا نجمة محبوبة كيحبوها الصغار والكبار، عندها شعبية كبيرة كممثلة وكمقدمة برامج. اليوم معنا الفنانة الجميلة صفاء حبيركو. بيك صفاء. شكرا سلمى على اختك، ونهار كبير هذا. لا اختك سلمى، ميرسي بوكو. وصحة غبرتي علينا، واكيد ان المشاهدين والمتابعين ديالك توحشوك بزاف. صراحه شوف انا ما غبرتش عليهم، هاد الظروف اللي عايشين فيها زعما العالم كامل هما اللي خلونا نغبروا، وكان اختيار انني نجلس مع وليداتي. وكيدايرين وليداتك بعدا لاباس عليهم؟ مازال ما شفتهمش الصراحه، جيت لقيتهم ناعسين. ما تشوفيهم الله يخليهم لك. صفاء طبعا يعني كان وقت كبير من اخر لقاء صحفي لك، ربما تقريبا برسك دوزون يعني عامين او اكثر باش ما طلعتيش في لقاء. الناس بغاو يعرفوا عليك بزاف الحوايج، عندهم بزاف ديال الاسئله ليك، بغاو يتقربوا منك اكثر، خصوصا ان البرنامج اللي جيت به انا هو انا غير انسان، فهو كيقرب الناس اكثر من يعني الشخص ديالك، من الانسانيه ديالك، من صفاء كانسانه. فأول حاجة يعني الناس تبعوا معك ربما المراحل ديال الولادة، شافوا الفيلم ديالك لي جيمو الله يخليهم لك نايل ونيليا، ولكن يعني تحت في الأول ما كان عارف بالخبر ديال الحمل ديالك. أولا علاش خبيتي الحمل ديالك؟ شوف سلمى انا نقول لك، انا صراحه ما خبيتش الحمل ديالي، ولكن اي وحده كتكون حامله زعما اون جينيرال، واخا تكون اختك واخا تكون زعما اي وحده من لا فامي، ما كتعلنش الحمل ديالها حتى كيوصل 3 شهور. انا كاع اونكور بيغ، حيت كان الحمل ديالي صعيب بزاف، وكانوا عندي دي ديكولمون، ما كانش عندي واحد، ما كانوش عندي جوج، كانوا دائما انا كنكون ناعسه وكي لي ديكولمون كيتزادوا. دونك كان بزز مني انني خاصني نستر راسي، باش كما كيقول لك ديك المثل شنو تنقولوا ديال يعني ربي يعني والرسول عليه السلام امرنا بالستر يعني اكزاكتومون تتكمل الحاجه. هو المثل ما عقلتش عليه، بحال ديروا حوائجكم بالكتمان، اخذوا حوائجكم بالكتمان. دونك اكزاكتومون، دونك انا سيتي با مون بيوت انني نخبيها في الاول، ولكن حيت كنت مريضه وداك الشيء وليت تنقول انا خايفه على وليداتي، تا كومبري دونك متخايفه عليهم، داك الشيء علاش كنت ما تنقولهاش سي تو. مي فاش وصلت ثلاث شهور ونص صافي علنت، قلت للناس راني حامله، شاركتها مع الناس كاملين في انستغرام ديالي. طيب صفاء، يعني الظروف ديال الحمل ديالك ايضا جاوا في واحد الظروف اللي هي صعيبه، كورونا، يعني كنا كونفيني في الاول، قلتي ان كان عندك مشاكل وصعوبات في الحمل، كيعشتي هذه التجربه وكيفاش اثرت فيك انسانيا؟ شوفي انا نقول لك، انا وليت كنحس براسي ماشي صفاء اللي كانت شحال هادي، جو نو سو بلوز اكتيف كيما كنت شحال هادي، حيت نقدر نقول لك من 2019 وانا كونفيني، حيت انا كنت حملت في الاخر ديال شهر، لا الاخر ديال 2019 ديال 2019، دونك من شهر 11 وانا اليتي، من شهر 11 وانا كنت ناعسه، بقيت ناعسه شهر 12 كامل، جانفي كامل وانا ناعسه ديال 2020. دونك يلاه بديت كنبرا، درت لالا العروسه واحد الخمسه ديال لي برايم، من موراها صافي عاوتاني ورجعت اليتي، جا لو كونفينمون، دونك لقيت راسي ما درت حتى حاجه. سورتو ان 2020 الحمد لله كانت احسن كادو من سيدي ربي، الحمد لله هو انني سيدي ربي عطاني وليداتي، ولكن زعما 2020 داز عام خايب علينا كاملين. نعم. طيب كان الحمل بتوأم ما علمتيش عليها، سمعت ان اصدقائك تقلقوا منك، انا ما كانوش عارفين انهم دي جيمو. شوف نقول لك اسلمى، انا الصراحه مي مع عائلتي، مي كوزين، مي كوزان، ولاد عمامي، عمامي، بورتون انايا عمي وعمتي عندهم التوام، دونك هما براسهم كانوا كيعيطوا ويسولوا فيا مساكن، وكلهم كانوا عارفينني مريضه وداك الشيء، وكلشي عائلتي، انا كنهضر على عائلتي هي لا بلوز امبورطونت، حتى واحد ما كان عارف. نعم. دونك علاش غادي نقولها لصحاباتي؟ نعم. وبيان سور تيكونوا حتى الصحابات والصحاب حتى هما تيكونوا مهمين في الحياه بيان سور، ولكن كانت تيلمون الحباله ديالي كانت صعيبه بزاف، بحال الا بقيت كنقول انا الا قلتها لصاحبتي غادي ترى شي حاجه لولادي. نعم. دونك يعني حاولت نسترهم هما، حاولت نسترهم هما ماشي عليا انا، حيت ما صافي ما بقاتش حياتي غير بوحديتي ولا حياتهم حتى هما، دونك جو مسوي دي نسترهم، واللي بغات تفهمني راه غادي تفهمني، اللي ما بغاتش تفهمني ما غاداش تفهمني، جو مون فو كاريمون الناس اللي تقلقوا عليا، عرفت الصحبه ديالهم كي دايره، والناس اللي ما تقلقوش عليا عرفت الصحبه كي دايره. كنحصلوا مشاكل يعني من هذا الموضوع هذا، كاين اللي حصل معاه مشكل في صحابك خدا منك موقف اللي بغى يحس حسيتي انه تغير من ناحيتك بعد ما نقول لك اسلمى،
انا ما عنديش مشكل في هذه القضيه، اللي بغيت غيري تغير، حتى واحد ما كيزيدني شي حاجه. وي كنكونوا كنحماقوا لبعضياتنا كما قلت لك، حنايا محتاجين الصحابات، محتاجين الناس اللي كيخليونا نشوفوا الدنيا بحاجه واحده اخرى. بعض المرات كنكونوا مقلقين، كنبغيو ما نعاودوش مشاكلنا لا فامي، كنقدروا نعاودوا لصاحبتنا. كتقدر تكون عندك صاحبتك بروش ليك، ولكن انا كما قلت لك انا بغيت نسر وليداتي. صاحبتي الا بغات تقلق تقلق، جمو فو كاريمون. صاحبتي الا كانت كتبغيني راه ما غادي تفهمني، فهمتي؟ سورتو داكشي اللي دزت منه صعيب بزاف، خلاني انني نستر راسي بواحد الطريقه انكرويابل، حيت انا من الناس اللي ما كنسكتش. اي حاجه على راسي كنعاودها، اي حاجه على زعما كنعاود كلشي، ميم خدمتي جوني با دو سيكري، كنعاود كلشي، كنهضر كلشي. انت كتعرفي ناس اللي ما جو سوي مي كون سا ديبون دو مي زونفون ولا دو ما بتيت فامي مو ماري، ولا ما نقدرش نهضر على هادشي. طيب قلتي هاد المساله خلاتك تعرفي بزاف الناس، يعني خسرتي بزاف الناس؟ شوفي خسرت بزاف الناس، ولكن كما قلت لك هذوك الناس كانوا اون فيت. هذا الشيء اللي خلاني نخسر بزاف ديال الناس، بانوا الناس على حقيقتهم، ماشي على ودي انايا باش خسرتهم، نو با دو تو، ولكن الناس بانوا على حقيقتهم، بانوا انهم كانوا معايا حيت باغين يعرفوا لي ديتاي دو ما في. جو نو سو با اوبليجي نعطي لي ديتاي دو ما في لاي واحد. وانت سلمه من الناس اللي ما قلت لهمش راه عندي لي جيمو، تقلقتي عليا؟ لا ما تقلقش، لان هذه كتبقى مساله وحريه شخصيه، مساله خاصه. نعم. انسان يقدر يقول يقدر ما يقولش، كنحترم الناس عليها. بحال دابا انت نهار يكون عندك تسوام ان شاء الله نفايل عليك، ولا بيان سور ما غاداش نتقلق منك حيت كنفهم انا هذا الشيء، والله العظيم. نعم. كنفهم. دونك انسان الا بان على حقيقته، ولكن كاين بعد ربما يعني بعد الناس كله شخصيته، كل واحد انت تقبلي انا نتقبل، ولكن كاين ناس ما يتقبلوش، يقول لا انا مثلا هي صاحبتي وتنعاوديها كلشي، وعلاش نقول لك انا نقول لك انا صحباتي والله العظيم انا صحباتي ما كنبغيهمش يعاودوا ليا كلشي، والله اصلا جو ني با بوكو لو طون باش نخليها تعاود ليا كلشي على حياتها. عندي صحباتي، شوفي نقول لك عندي صحباتي اللي كيعاودوا ليا فريمون كلشي، وعندي صحباتي اللي نحاول ما نخليش ليهم هذيك الوقت، يعني كتبقى تكون حيت اون فوا صاحبتك تعاود كلشي كتسنى منك تعاودي ليها كلشي. جا كومبري اي سورتو سورتو انا جو نيم با البنت اللي كتعاود على راجلها، ولا كتعاود على عائلتها، ولا كتعاود لك على حياتها الشخصيه. دونك حتى انا ما كنعاودش على حياتي الشخصيه، وما كنتسنى حتى واحد يعاود لي على حياته الشخصيه. صافي، اللي بغات تقلق تقلق، اللي مبغاتش تقلق ما تقلقش. وصحاباتي اللي تيحماقوا عليا راه تنحماق عليهم، ومازال بيناتنا تبارك الله علاقه زوينه، والله يدومها محبه علينا كاملين ان شاء الله. طيب ابغى هذا الموضوع صفاء، صداقاتك انا يعني انت خسرتي صداقات بياسور على اشياء اخرى، مثلا ربما تصدمتي في ناس اخرين، كيفاش عشتي هذه المساله؟ وما تقولش لي ان جو مون فو، لانها مساله كتكون صعيبه على الانسان، يعني ان صاحبتي غنكون مثلا سافرت معاها قضيت معاها الحدث، انا ما بغيتش نبكي كصفاء. مي شوفي انا ما تنبكيش على دموعك غاليه، ما تنبكيش على الصحابات، ولكن كنبكي على الدنيا والناس كيفاش ولات قلوبها قاصحه، وكيفاش ولينا ما كنبغيوش الخير لبعضياتنا. تشاكم خي زعما انا تنقول زعما ما بغيتش نهضر على هذا السوج، وانا ما نبغيكش نشوفك كتبكي، لان يعني دموعك غاليه. وانت قلتي حاجه، الناس اللي كتستحق كتبقى في حياتنا، الناس اللي ما كتستحقش ما كتبقاش في حياتنا. اكزاكتومون سي بور سا. شوفي انا ما بقيتش باغا صحابات جداد، ما باغاش ما تقوليش هكا، بالعكس. لا نقول لك انا صحاباتي عندي الحمد لله، وانت زعما الحمد لله انت وحده من صحاباتي. انا كتعجبني زعما نكون انا يا ترونكيل في حياتي. الانسان الا تزاد في حياتي يكون زايد خفيف على القلب، فهمتي؟ ماشي يكون كيتسنى منك تقولي ليا لا ما تقوليش ليا، ولا هادي ولا هادي. شوف نقول لك الدنيا دائما كتورينا وكتعلمنا، بيان سو راه كيكونوا الناس ديال العائله وكنفقدوهم بعض المرات، ما كنبقوش نهضروا معاهم، هساك الناس برانيين. جاكم خي دونك الحياه زعما سكي مو في تري تري مال سي كو الحياه كيفاش ولاو قلوبنا قاصحين، كيفاش كندوزو دي مومون زوينين في حياتنا، وكيفاش زعما كنساو كلشي. تو كومبري كلشي كيتنسى وفوالا. دونك مالوغوزمون الا كان شي رساله بغيتي تقولها لهاد الناس يعني اللي خرجوا من حياتك او شفتيهم على حقيقتهم، شنو غتقولي لهم؟ شوفي بوتيتر انا نكون غلطه، بوتيتر دوك الناس يكونوا غلطه، انا بغيت نهضر على حتى واحد زعما الله يسمح لينا كاملين، والله يلاقينا في شي ساعه زوينه، وبوتيتر نتلاقاو فاش نموتوا ان شاء الله ونكونوا مصالحين ونكونوا. شوفي انا ما فقدت حتى واحد زعما، اللي انا لي بلوز امبورطون دون ما في سي مي زونفون سي مون ماري سي ما فامي سي مي بارون سي مي بو بارون. دونك لو ريست جو مون فو كاريمون. انا كنهضر على لا فامي سي لا بلوز امبورطون دون لا في، فاش نشرفوا فاش نكبروا، شنو شكون اللي كيبقى مهم في الحياه سالما؟
كتبقى العائلة ديالنا كتبقى العائلة ديالنا، ولكن كتبغي كتحتاجي بعض المرات كما قلتي أصدقاء اللي يكونوا في مقام العائلة. نقول لك كنحتاجوا ليهم بزاف، ماشي شوية، كنحتاجوا ليهم بزاف، حيت بعض المرات تلقاو راسنا عندنا صحاب اللي كنتلقاوهم أكثر من خوتنا، أكثر من ما عرفتش فريمون. كان بعض المرات انا عندي صحاباتي ولا صحابنا كنشوفوهم اكثر من نو بارون، فريمون كنشوفوهم اكثر من نو بارون، ولكن كي تراو شي حاجات في الدنيا ربي ما كيبغيناش نكملوا انصامبل، دونك ما عندنا ما نديرو، سيدي ربي اللي كيختار. كما تنقولوا الحياه كتستمر، والله لقينا مع محسن يا ربي امين ان شاء الله. نايل ونيليا كنشوفوهم معاك في دي ستوري بشحال مره، يعني كتشاركيهم مع المتتابعين ديالك، جاوك انتقادات علاش كتبيني وليداتك؟ يعني كيقولك باقيين صغار، يعني خافي عليهم شويه، شنو ردك على هذا الموضوع؟ شوف انا نقول لك اول حاجه ماشي انا اللي كنبين وليداتي، انا ما عمري الا جينا نشوفو ما عمري درت ما عمرني انا اللي بارطاجيت اون فوتو ديالهم سي مهدي. احنا الحمد لله كنامنوا بسيدي ربي، وسيدي ربي اللي كيحفظنا كاملين. انا زعما كنقول سيدي ربي كما يحفظني انا ولا يحفظ راجلي راه غادي يحفظ ليا وليداتي حتى هما، دونك سيدي ربي اللي حافظنا وسيدي ربي اللي فوق منا، وكيف ما عطاهم لنا سيدي ربي هو اللي يحفظهم لينا. دونك الله يحفظنا من العين كاملين، والله يحفظهم ونشوفهم يا ربي كيف ما كنتمنى، وربي يحفظ وليدات الناس كاملين. دونك راه الا خبيتهم انا اليوم راه غدا ولا بعد غدا راه نقدر انا نبينهم، ولا يقدر باباهم يبينهم. زعما جو تخوف كو تنبينوا حياتنا كامله، علاش ما نبينوش حتى وليداتنا؟ صافي بينا بينا كل شيء، زعما سي با لا بين دو نبقاو مخبعينهم. تو سي راه سي ريسبونسابيلتي انني نبقى حتى انا مخبعاهم، حيت راه نخرج في الزنقه ونخرجهم معايا، راه يقدر شي واحد ياخذ لهم اون فوتو ويصورهم. جاكم خير اللهم نبينهم انا بخاطري. طيب انت عارفين كل الناس انك طبعا ممثله ايضا، فكتفكري ان ولادك يكونوا معك شي مره في ان فيلم في شي سيري، ولا بيتيت تكون عندهم بيبليسيتي؟ شوفي انا نقول لك كاس الماء صراحه انا سام ديرونج با دو تو، اي جو بونس كو ميم باباهم ما عندوش مشكل في هذه القضيه هذه. زعما علاش لا؟ انا صراحه ديما تنقولها، ما عرفتش واش مهدي يقدر يكون متفق معايا ولا لا، ولكن انا ما كرهتش، دائما تنقول ما كرهتش ولادي يكونوا دي زارتيست، لا بيان سور يقراو يكونوا عندهم زعما دي تري 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 بون ديبلوم، ولكن ما كرهتهمش يكونوا دي زارتيست. يعني في اي نوع اي مجال فني، يعني بصفه عامه ماشي ضروري ممثلين ولا كيغني ولا با فورسيمون يكونوا دي زارتيست، يختاروا اللي بغاو. شوفي انا غير تنقول ولكن هما بيان سور اللي غادي يختاروا ان شاء الله فاش غادي يكبروا وداكشي ان شاء الله باذن الله. طيب ما عندكش شي عرض؟ ما جاكش عروض يعني النايل ونالية الان؟ صراحه كاين عروض كثيره إيه؟ اللي مازال ما غاديش نهضروا عليها، ان شاء الله غادي نخليوها مفاجاه للجمهور. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله نايل ونالية في ان بروجي تري 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 بروش ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق. نايل ونالية اللي شافهم في السوشيال ميديا تيقول ان نالية كتشبه ليك ونايل كيشبه المهدي، يعني في الشكل بديت كتبان الشخصيه ديالهم، ملامح الشخصيه ديالهم شويه، يعني لما كيشبهوا ايضا. شوفي انا نقول لك نايل في الاول كنا كنقول لك كيشبه المهدي إيه؟ ولكن من بعد اون كومبري كيشبه البابا المهدي اكثر من المهدي، سبحان الله العظيم. تنعيطوا ليه امي الحاج، باش نقول لك تنعيطوا ليه امي الحاج، وليدي تحمق صراحه ما شاء الله. زعما امه ما عجبتني بزاف، تلقيت راسي ما قادراش نتفارق مع وليداتي، باغي ندوز النهار كامل غير معاهم في الدار، زعما اون باس دي مومون زوينين، وجيسي دو بروفيتي من العام الاول زعما وماكسيموم، باش تنقول بوتيت نعاود نولد بوتيت ما نعاودش نولد، زعما كتدير ربي عطاهم ليا فوقيته وحيده، دونك جو بروفيت منهم بجوجهم دقه واحده باش نعقل على كل نهار بنهارو. كيما قلت لك نايل كيشبه سون بابي بزاف، ونيليا كتشبه ليا بزاف ليا انا فاش كنت صغيره، ولكن دابا هاد الايام هادو ولينا كنخرجوا ولا كنديو البيدياتر ولا تيقولوا لي غير باباهم بجوجهم. يعني بجوج راه صراحه كيتغيروا شويه، يعني مره كتشبه باباها إيه؟ مره كتشبه ليا انا، دونك مازال نيليا ما عطاتناش الوجه الحقيقي ديالها، ونايلو كيشبه بلوس سون بابي المهدي والبابا. طيب على ذكر انك بغيتي هذه السنه تقضيها مع الوليدات ديالك، يعني سال اعتذار ديالك على تقديم برنامج العروسه، كان السبب ديالو انك بغيتي تكوني مع وليداتك، يعني تعيشي معاهم كاع اللحظات الاولى ديال الشهر الاولى ديالهم، ولكن الناس واخا كبقاو تيقولوا لا علاش، يعني بغاو توضيح اكثر علاش صافا ما شفناش في العروسه. لا العروسه العام اللي فات حيت كنت حامله، داكشي علاش مزيان اكسبتي انني نديرها، سورتو كو كنت اليتي، جاوني دي بروبوزيسيون لي زوينين، مي مالوغوزمون ما كنتش نقدر نديرهم حيت كنت مريضه. ابخي جات لالا العروسه في الوقيته ديالها،
تا انا كنت غادي نخرج من داك المرض انا نصراسي تشا كومبري كنت مازال ما حاساش براسي حامله الحمد لله دونك درتها مي غادي نقول واحد الحاجه زعما جو بونس كو ما خاصنيش نقولها ولكن غادي نقولها حيت كون كانوا لي كونديسيون ديال العروسه زوينين كنت peut-être كنت غادي نكون مازال مكمله معاهم مالوغوزمون ما كانوش لي كونديسيون زوينين ما كنتش مرتاحه في التورناج كنت كنلقى راسي كندير بزاف ديال لي زيفور اون جينيرال جافي دي بروبليم افيك لا برودكسيون فوالا هادشي علاش خساريتي انك اكزاكتومون كنت دائما كنحس براسي دائما بروفوكي دائما كندابزو على زعما دي تروك اللي حشومه وعيب اننا ندابزو عليهم على قفطان على تكشيطه زعما جو تروف كو هما كبارين على هادشي كامل وتا انا ما يمكنش نبقى نهبط لو نيفو ا شاك فوا دونك يعني نقدروا نشوفوك في برنامج اخر مع شركه انتاج اخرى دونك كيما قلت لك اسلمى انا جي ترافاي افيك بوكو دو سوسيتي دو برودكسيون الحمد لله جو سوي تري تري بروفيسيونيل ماشي تنقولها ولا كنشكر فراسي ولا جو سي كو جو سوي تري تري بروفيسيونيل شتي ديك التساره وداك البساله وداك الشيء بوتيتر كنبان شويه كيفاش كنبان للناس مي كندمر الحمد لله منين بديت وانا كندمر وغدا وكنطلع بشي شويه الحمد لله جو سوي ترو فيير لهذا الشيء اللي وصلت ليه اي ما عمرني كان عندي مشكل مع شي بواط دو برودكسيون خدمت مع ناس كبارين تبارك الله في الدومين اللي لا ممثلين لا دي برودكتور اللي كبارين في الدومين وعارفين بلو دومين بحقه وبكل شيء ليه ولكن ما عمري كان عندي مشكل معاه مع شي حد حتى الصراحه لا العروسه مالوغوزمون ولكن كانت مدرسه بالنسبه لي زعما تعلمت في التقديم وتعلمت في حاجه اخرى دونك سي بور سا جي بريفيري انني نرجع باللور جو بوفي با نكمل في داك لو ستريس انا ميم لا كوافيز كنت كنخلصها لراسي ميم مو ماكياج كنجيبو لراسي جو كومبري زعما سو سون دي تروك لي صغيورين ولكن صوره بارفيت لي تنبغي نبان حيت انا دائما كنبغي نبان بصوره بارفيت كنقول سي با غاف نخلص من عندي وندير من عندي ونبان انا في الصوره اللي بغيت انا ولكن فاش كتولي في لا بروفوكاسيون ديما جو تروف زعما كسي حشومه نعم فهمت طيب ممكن نشوفك في بروغرام اخر يعني دابا جربتي التجربه ديال التقديم شفتي انها ممتعه كنتي ما شاء الله جميله وتلقائيه مع الناس والناس بغاوك وشكروك ممكن نشوفك في برنامج اخر صراحه سي فري كو لا العروسه ورات الناس صافا حبيركو على حقيقتها زعما الانسانه ما وراتهمش صافا حبيركو اللي كانوا كيشوفوها غير في التمثيل كانوا دائما كيشوفوها بدور مختلف على الاخر دونك ما عمرهم عرفوها بشخصيتها الحقيقيه تاع لا العروسه الحمد لله خلات الناس يعرفوني دخلت لديور المغاربه كامل الحمد لله في المغرب ولا خارج المغرب صافا في انورميمون بليزير سورتو فاش تلقى الناس في الزنقه وتعنفوني ويبوسوني الحمد لله زعما سي ان بوفوار باقي كيسولوا في كل حد الان مازال دابا الحمد لله كيسولوا فيا شوفي حب الجمهور ما كيتسالاش الحمد لله لا انا كنقصد يعني كيسولوك واش مازال يعني دابا عرفنا طبعا كنبغيو نوجهوا تحيه للممثله الكبيره هدى الريحاني عرفنا تحيه كبيره ليها هي اللي غتقدم لنا العروسه ولكن واش الناس كانوا قبل كيسولوك واش صافا غنشوفوك هذا العام واش بيان سور كيسولوني سي نورمال غادي يسولوني حيت بحال تقولي بحال اي واحد كيدوز بحال دابا راه سي نورمال انا راه درت في لاله العروسه 3 دونك ميم راه بحال كتاخذي ديك ليتيكيت ديال صفاء لاله العروسه بحال دابا هدى حتى هي ان شاء الله غادي تولي هدى لاله العروسه تشا كومبري دونك ضروري انا هدى الريحاني ديجا خدمنا في مسلسل زينه شحال هذه جو بونس اون 2015 جو بونس واخا اون 2015 ولا 2014 كنا خدمنا صراحه انا دائما كيعجبني نخدم مع الناس اللي كبار مني في الدومين باش انا كنستافد منهم وكانت تجربه زوينه بزاف بالنسبه ليا والله يكمل على تاهي بالخير ان شاء الله تاهي غادي تعجبها التجربه بزاف جو سوي سيغتان حيت كما قلت لك برنامج العروسه زوين بزاف واللي انا استفدت منه وبرنامج اللي انا كنتسطى عليه وكنحماق عليه مي ان شاء الله انا كيعجبني نشوف راسي في حاجات واحد اخرين دونك الا كان دائما كنبغي نشوف راسي في محسن دونك الا كانت شي حاجه ان شاء الله محسن بوركوا با سينو كنوجدوا انا ومهدي ان شاء الله جو بي برودوير ان فيلم بيانتو بروشينمون ان فيلم في سينما ان شاء الله يا ربي ان شاء الله دونك فوالا هادشي اللي كنوجد ليه بو لانستون ان لون ميتراج ان شاء الله اللي غادي يكون ما نهضرش عليه بزاف ولكن قولي لي شي حاجه شي سكوب انت ومن غتكوني مهدي واش معاك غير في البرودكسيون ولا معاك غتجري لا 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 ما يمثلش نو مهدي ما غاديش يمثل مهدي نورمالمون زعما بو لانستون عارفه كو ما غاديش يمثل ولكن انا زعما ماشي غادي ندخل زعما المجال ديال لا برودكسيون كاريمون نولي برودكتريس لا غير زعما
on a envie, on s'est dit pourquoi pas حنايا نديروا لا برودكسيون ديال لو فيلم ديالنا ان شاء الله كوم سا تكون استوار زوينه اللي نختاروها نخدم على مون ايماج مزيان 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 كيف ما باغا انايا وكيف ما باغا نوصلوا الصوره للناس دونك ان شاء الله كنتمنى دائما نعطي حاجه زوينه للجمهور اللي متابعني ان شاء الله. حاجه واحده اخرى هي انني درت مون اسوسياسيون صفاء حبيركم ان شاء الله. مبروك عليك وهذه بادره زوينه بارك الله فيك. دونك بغيت الناس اللي محتاجين سورتو انهم يبروفيتيو من لا نوتوريتي ديالي. لا نوتوريتي ديالي ما بغيتش نبروفيتي بها غير باش بحال دابا نبيع لك ان برودوي ولا ندير لك لا بوبليسيتي ولا نبقى نخدم غير بلا بوب نو جو مو سوي دي بوركو با لا نوتوريتي ديالي نعاون بها ناس واحد اخرين اللي محتاجين ليها نقدر زعما جو بوت انفلونسي باش تعاوني الناس باش يعني توقفي مع الناس اكزاكتومون وسورتو الناس اللي بعاد الناس اللي محتاجين لينا ماشي غير حاله ولا جوج ديال الحالات مي انا جو بيان نعاون بحال دابا مدرسه نعاون ناس اللي بعادين اللي محتاجين الباس الناس اللي محتاجين الماكله الناس اللي محتاجين الدواء تو كومبري دونك ان شاء الله يا ربي الله يقدرني انني نكون في المستوى يا ربي ونعطي داكشي اللي في قلبي يا ربي امين ان شاء الله يا ربي امين. طيب صفاء نرجعوا للموضوع ايضا ديال الفيلم ديالك فكرتي في القصه في الناس اللي غيكونوا معك ولا مازال دابا في طور التحضير؟ شوفي اونكور القصه ان شاء الله عندي انسانه اللي تنتمنى ان شاء الله ربي يكملوا واننا نخدموا انا وياها في ذاك لو فيلم باذن الله. خليني ساكته ما بغيتش نعطي بزاف دي ديتاي خلي مفاجاه والله شوفي جو برومي هترجعي عندي مازال نعاودوا حلقه واحده اخرى ونعاودك عليك هذا حصري ليا ان شاء الله يا ربي. وانا عرفت شكون صفاء ولكن انا ما غاديش نقول يعني احتراما انا دائما كنحترم الضيوف ديالي اللي بغاو يقولوا شي حاجه يقولوها صح. نخليها فوقتها وتكون حصريا معايا ان شاء الله برومي ان شاء الله باذن الله. وايضا ان البادره ديال لاسوسياسيون عجبتني بزاف طبعا ان غتعاوني ناس بزاف وان شاء الله كنتمنوا هاد البادرات يكونوا كثار. انا كنتمنى من الناس يدعيو معايا ويقدرني سيدي ربي ندير داكشي اللي زعما يقدرني سيدي ربي انني نوقف مع دوك الناس اللي فريمون محتاجين لا نوتوريتي ديالي ان شاء الله باذن الله يا ربي. طيب المسلسلات غنشوفك شي حاجه كاين عروض صفاء؟ شوفي نقول لك بوغ لانستون صراحه جاوني عروض ولكن ما نكذبش عليك زعما انا سورتو لو كوفيد وداك الشيء وانت عارفه ملي كي داير داير لينا الحصار انا راه جو سوي كونفيني لدابا راه جو نسوغ با من الدار ما كنخرجش كنخرج على ود لي كورس ولا كانت عندي شي حاجه فريمون مهمه الطبيب ولا البيدياتر ديال لي بيبي ولا مي سينو ما كنخرجوش كلشي كيقول لي بازليك مي الحمد لله زعما سي بور لا بون كوز سي بور لي بيبي كنحاول زعما نبقى معاهم لو ماكسيموم بوسيبل و اون بليس دو سا الا كنت اون تورناج ما نقدرش نبقى نمشي للتورناج والدنيا مخلطه والدنيا عامره والرواج وكل واحد ما تعرفيش فين وما كتعرفيش انت تقدري تكوني محافظه على راسك ولكن تو باس توت لا جورني تو مانج تمايا ما كتعرفيش شكون اللي مطيب ولينا مرادين غير مع راسنا دونك دو بريفيرونس جو بريفير زعما اون اتون نطون ان بو ونشوفوا ان شاء الله نتسناو الفاكسان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله من القدام ان شاء الله نتسناو لو فاكسان باذن الله وديك الساعه اون باس اوتر شوز سي سور ان شاء الله يا ربي. طيب صفاء نجيو لواحد النقطه اخرى قلتيها قلتي انا ربما كنبان الناس انني يعني انت تلقائيه عفوا لكن ربما كتبين الناس بزاف تيقولوا لي مثلا يعني انا كيوصلني رسائل تيقول لي واش صفاء فيها كما تقولوا بداجه فيها العياقه او متكبره واش جوك رسائل لهذا النوع او كتحسي ان شي ناس كيشوفوا هكا؟ شوفي نقول لك اسلمى انا من النهار الاول اللي بديت والناس كاملين تيقولوا هذه الهضره بوتيتر ان شاء الله باذن الله غادي يبدلوا الراي ديالهم فيا باسكو سي فري كو فلالا العروسه نساو شويه هذه القضيه حيت عرفوني انا كوم جو سوي انا يمكن كما قلت لك ما مانيير دو بارلي كتخليهم يقولوا راه ويلي فيها العياقه ويلي هذه الوغ كو انا قسما بالله العلي العظيم راه بيان سور انت تقدري نعم. انت تقدري تحكمي وما تنافقينيش قولي صراحه. لا صراحه شوف يعني انا ك يعني انت صديقتي واختي انا ديما تنقول انت انسانه ظريفه بزاف وغزاله بزاف. شوفي انا اللي فتبي على لساني لانها شهاده حق وضحكيه وناشطه ويعني ما لا يعني ما كتحسيش انت من النوع ديال الفنانين والمشاهير اللي ما كتحسيش انك جالسه مع فنان او جالسه مع انسان عنده واحد الشبيه.
اكزاكتومون. شوفي انا انسانه بسيطه بزاف وكنحمق على البساطه وكنحمق على نكون ترونكيل في حياتي وداك الشيء ديال الرسميات وداك الشيء ما عنديش معاه. راه انت براسك فاش كتجي عندي نقول لك فاس المارك في دارك مرحبا بك زعما ماكي هذه صراحه بغيت نقولها شكرا انك عرضتي عليا مرحبا الفيلا الجديده ديالك مرحبا مبروك عليك وان شاء الله تخرج يا سلامه يا ربي. وايضا تفاصيلها شاركتيها مع الناس يعني كل انا كنت كنشوف لي ستوري صفاء اي تفصيل بسيط كتشاركيه مع الناس كتقول لهم اقترحوا عليا فهذه حاجه مزيانه. اكزاكت شوفي انا ما بينش داري كامله وداك الشيء جوستمون الناس تيقولوا فيها العياقه جو نو بونس با انني شي نهار غادي نبينها وانا ما فيهاش العياقه ان شاء الله زعما. شوفي توني با لا سول اللي تتقوليها ماشي انت الوحيده اللي تتقوليها. انا كنقولها شوفي لا زعما لا كيستيون ديالك ماشي زعما انت الوحيده اللي قلتيها ليا ولكن كاع الناس وصحاباتي كاملين فاش تيتقربوا ليا تيقولوا لي عرفتي اختي كان بصح كنقولوا شحال فيها ديال العياقه. سمحوا لي ولادي تيبكيو شي شويه ماشي مشكل. قلت لك بزاف ديال الناس يقولوا راه فيها العياقه وداك الشيء ولكن فاش يقربوا مني كثر تيقولوا راه والله العظيم اختي كنا غالطين فيك زعما انا انسانه بسيطه بزاف بوتيتر ما فاسون دو بارلي كتخليهم نبان كوم كوا انني فيها العياقه بوتيتر انني بعد مرات نشارك معهم بزاف ديال الحاجات اللي ما كيستاهلوش انني نبارطاجيهم معهم حيت يقولوا فيها العياقه. مي تنشوف راسي ما عرفتش علاش يقولوها راه ما عرفتش لدابا بعد المره تنبقى نجلس مع ماما تنقول لهم علاش يقولوا فيا العياقه يعني كتسولي يعني زعما ما كنشوفش فيا حتى 1% ديال العياقه يعني هذا هو الكونسيبت يعني حتى ديال البرنامج علاش نقول انا غير انسان لان ربما الناس كياخذوا عليك واحد الانطباع في السوشيال ميديا اللي ماشي هو ديالك انت او انت كانسانه وهذا الشيء غيخليني نسولك صفاء بكل صراحه موقف حياتك اثر فيك حاجه طرات فيك صافي كنتي بغيتي تخرجي وتقولي للناس يعني بدرجه ديالنا اعيب الله راه انا غير انسان. شوفي كيطراو بزاف ديال المواقف في الحياه كاين شي حاجه ما نسيتيهاش شي حاجه اللي بقات ماركي عندك وفعلا كانت فوق التحمل ديالك وكنتي باغا تقولي شوفوا والله انا راه غير انسان. شوفي ما عنديش شي حاجه وحده اللي طراتات لما والله كيطراو بزاف ديال الحوايج في الحياه اون جينيرال كاين الحاجه اللي كنقدروا نبارطاجيوها مع الناس كاين الحاجات اللي ما كنقدروش نبارطاجيوها مع الناس سورتو واحد المره من الحاجات اللي ما كنتش نسيتها واحد الحاجه زعما على حياتي الشخصيه على انا وراجلي وداك الشيء وقلت لهم انا غير انسان شرحت لهم وعاودت لهم بزاف ديال الحاجات دونك ربما كتكلمي على الصوره ديال المهدي او واش مع شي وحده او كنظن انا شي انا خرجت قلت لهم انا غير انسان دابا هما شنو الناس يبقاو يقولوا ويلي مسكينه ما كانش خبارها ويلي راه هادي ويلي راه هادي لا انا راه عارفه كل شيء بيان سور في الحياه اون جينيرال دائما كنتعلموا بزاف ديال الحوايج دونك انا ما كنلوم حتى واحد انا غير انسان انا خرجت قلت لهم راه انا عارفه حتى انا راه ماشي حيت الانسان فنان راه ما كيطرى ليه حتى بروبليم كتكون عنده ديما لافيون غوز راه حنا عايشين حياتنا بحالنا بحال اي انسان عندنا المشاكل فوق الراس قسما بالله الا المشاكل فوق الراس زعما اون اغيت با لي زونفون ما تنشوفش الناس اي باش نقول لكم ما تناكلش في الوقت عندي دو روبا بار جور كنفطر مع تو ديبون دو مي زونفون دابا انا جو ديبون دو مي زونفون كنفطر في الصباح تو ديبون دو دي بيبي معيش كيفيقوا معيش خاصني نفطرهم هما الاولين نلبسهم اي تو راه واخا عندي العوين واخا كل شيء ما كنفطرش حتى كينعسوا هما قسما بالله حتى كينعسوا هما كينعسوا عاد انا كنقول الله غادي نفطر ترونكيلمون من بعد عاوتاني الغداء كنتغدى مع السبعه كنتغدى مع السته صافي راه كناكل ان سول غوبا باغ جوغي باش نقول لك راه سي فغي انا غير انسان واخا انسان فنان واخا ما نعرفش شنو يقدروا يكونوا كيشوفوا الناس حقا راه عندها العوين عندها هادي حيت بعض المرات كندير دي ستوري تيقول لي ويلي ولادك تيبكيو ومخلياهم لي نونو داك الشيء با دو تو انا واخا كتكون معايا لا نونو انا راه لاكوش ما تنعطيهاش لا نونو تبدلها دونك جو سوي تري تري اكزيجون Et c'est pour ça que je suis à dar. Je veux pas travailler, je veux rester à la maison. Je veux que mes enfants soient avec maman, belle-mère, qui sont très heureux de moi. Il y a une vraiment, maman, je veux dire, je ne veux pas que je vienne avec toi. Je veux que je vienne avec toi. Pourquoi? Parce que je veux que mes enfants soient avec moi. Et je une autre personne. Je suis en train de, découvrir le monde, cette chose nouvelle de l'homme. Et je veux vivre avec eux, chose par chose, pour faire des choses que je veux, et je veux les tirer à l'extérieur. Donc, je vois tout ce qui est stressant pour moi, mais Rami, il ne peut pas que les gens te voient comme ils te voient sur la télévision. Par exemple, moi, les filles qui sont dans ma chambre, après une fois, quand je suis allée chez elles, je leur ai dit que je suis allée sur la télévision. Cette chose, c'est un problème petit. Alors que moi, je suis allée sur la télévision. كنشوف راسي
الناس كنبانوا لهم حنا ما عرفش كيفاش كنبانوا لهم ما عرفش كيفاش كنبانوا لهم الوغ كو حنا عايشين بحالنا بحال كاع الناس المشاكل فوق الراس مثلا نعسوش نقدروا يشوفونا مزوقين ومقادين ودايرين الماكياج وداكشي ولكن راه بحال دابا انا باش نجلس معك هاد الجلسه راه كاينه ما بين ما جلسه لي مع لي زونفون باش قدرت نوجد راسي باش قدرت نقاد راسي باش نقدر ندير شحال من حاجه تا كومبري دونك كنبقاو حتى حنا غير انسان حتى حنا كندمروا حتى حنا كنتعبوا حتى حنا ما كننعسوش حتى حنا عندنا المشاكل حتى حنا زعما راه الله يكون في العوان راه حياتنا نقدر نقول لك صعب من انسان عادي قسما بالله الا حياتنا صعب من انسان عادي حيت الانسان العادي كيقدر يخرج يمشي فين ما بغى ترونكيل بعد المرات تكون طالع لك الدم باغي تبكي وتخرجي الزنقه وتبكي وديري اللي بغيتي وتمشي للبحر تجلسي ولا تمشي للكافيه تجلسي مع راسك حتى واحد ما تيعرفك حنا اون بو با لو فير خاصك تبكي في دارك وتسدي لك في دارك ومشاكل كيكونوا في دارك وحتى حاجه ما طرالك خايبه من غير الدار جاكم خي دونك حياه الانسان حياه الفنان صعيبه 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 على انسان عادي طيب هذه المساله ايضا غتخليني نهضر دائما على الصوره ديالكم في السوشيال ميديا كيجوك بزاف العروض ربما يعني من شركات او دي مارك اللي كيبغيو ديري كولابوراسيون معاهم شحال مره حتى في الحديث بيني وبينك صفاء كتقولي لي انا خاصهم يفهموا انا ماشي انفلونسوز انا ارتست شوفي انا نقول لك انا ارتست وي حيت عندي شي حاجه اللي كنعطيها للجمهور الجمهور كيتابعني حيت انا بحال دابا ممثله ولا انيماتريس ولا ماشي كيتبعني حيت كندير اشهار نو مع احترامي لي انفلونسوز تبارك الله عليهم زعما تبارك الله حتى انا متابعه بزاف ديال لي انفلونسوز اللي كيعجبوني جيم بيان داكشي اللي كيديروا تبارك الله عليهم ولكن انا ما نقدرش نكون بحال دابا منين كنفيق هنا فقط انا درت المكياج انا لبست انا شنو درت ولكن انت كتانفلونسي الناس يعني انت كتكون عندك باش كتكوني ممثله او اي فنانه نو كيما قلت لك جوستومون كيتابعوني انا نقول لك وكيتسناو مني ما كيتسناوش مني الاشهار كثر اللي كيتسناو مني ان بروجي اللي نبان فيه جاكم خي كيتسناو مني يشوفوني في فيلم كيتسناو مني يشوفوني ان بون بلان وي كنوريهم شحال من مره لي بون بلان مي ما كنكثرش بحال دابا كيتسناو يشوفوني في فيلم يقدروا يتسناو يشوفوني في اغنيه يقدروا يتسناو يشوفوني في هذا برنامج ولكن ما كيتسناوش دائما يشوفوني في لا بوبليسيتي زعما انت نقول بلي انا الناس كيتابعوني على التمثيل على التقديم ما تيتابعونيش على اوتر شوز نعم طيب اخر حاجه صفاء واحد الحاجه سمحي نقولها لك حيت بحال دابا في هذا في انستغرام وفي داكشي كامل كنبينوا ليماج اللي بغينا نبينوا تراكم خي بحال دابا الممثل ما كيبينش غير ليماج اللي هو بغى يبين نعم فهمتيني حيت بعض المرات كيقدروا يكونوا دي انترفيو يقدروا يكونوا ادوار يقدروا يكونوا بانوا بزاف الحاجات كتلقايهم بحال دابا انا كيقدروا يعرفوني من صوتي اي شحال من واحد بالمرات كنهضر معاه في التليفون الوغ ان نيميرو بريفي واش اختي كنهضر مع صفاء حبيركو شحال من واحد كنشري من عنده شي حاجه كنبغي نكوموندي ماشي بسميتي فاش كيجيو عندي للدار وكيجيبوا لي الحاجه ما كيبغوش يتخلصوا دونك حتى انا كنتحرج تو كومبري دونك قلت لك في الانستغرام راه كيبينوا غير ليماج اللي كيبغيو هما يبينوا تو كومبري زعما حتى انا وحده منهم بيان سور تيبينوا ليماج اللي كيبغيو هما يبينوا تيبينوا لك غير تو فا بيان لا فيون روز تيبينوا لك مي زونفون لابسين ولا انا يا شريت كشيطه شريت قفطان شريت هادي شريت هادي تو كومبري كاين اللي زعما صراحه كاين اللي يلابيوز بداكشي ديال الكورس من الصباح حتى الليل مي بون زعما حياتهم الشخصيه جي با اونفي دات كوم سا جي با اونفي دات كوم سا جي با اونفي بدا نوري الدار منين كنفيق وانا كنوري صالوني ولا منين كنفيق وانا كنوري هادي زعما با ريسبي ليهم كاملين ولكن كل واحد والراي ديالو كل واحد والاختيار ديالو كل واحد والذوق ديالو دونك غير باش نقول لك ان في انستغرام وفي لي ريزو سوسيو كنبينوا غير ليماج اللي حنا بغينا نبينوا راه ما تنبينوش ولكن يقدروا يفهموا الناس يفهموك غلط الناس صفاء علاش انا يقولوا فاش غتبغي غنبينوا ليماج اللي بغينا نبينوا صافي ديال غن مي سي فري واش تكرو لا سلمى انا نقول لك لا ما تنديروش ام ماس كنقول لك واش تكرو دابا انتيا الا كنتي مخاصمه مع ماما كديري ستوري ماما كتعايرك وانت ديري ستوري لا ما يمكنش ولا انا كنتخاصم مع راجلي وندير ستوري نو راه سي بوغ سا كنقول لك تنبينوا غير ليماج اللي كنبغيو نبينوا راه بحال دابا تنبينوا غير داكشي الزوين بحال دابا هذا ديكور زوين غادي نصوره غادي نبارطاجيه غادي انت معايا غادي نديروا اون فوتو غادي نبارطاجيوها راه ما كنبينوش فاش تكون لا مامون كدابز مع بنتها ولا الراجل تيدابز مع مراته ولا ولادك تيغوتوا وها اللي مريض وها هادي راه ما تنبينوش كلشي راه داكشي اش كنقول لك راه سي فغي سي اون رياليتي ما خصناش نتخباو من هادشي ولا نبقاو نقولوا لا ولا نكذبوا على راسنا شوف انا سورتو ما تنكذبش على راسي وما تنكذبش على الناس كنبينوا ليماج اللي كنبغيو نبينوا
الناس وكنختاروا داكشي اللي كنبغيو نبينو. ما كاينش شي واحد كيغلط حقه وبينت هذه غير باغازار وهذه وبينت. راه اي شتي شي واحد كيصور فولون ديال الطوموبيل راه كيبغي يبين الفولون الطوموبيل. اللي كيبغي يصور لك خاتم راه كيبين لك الخاتم، راه ماشي باغي يبين لك اوتر شوز. وانا كنحييك على الجرأة والصراحه. لا 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 انت نقول الصراحه، كاين اللي كتبغي تبين لك الساك، كاين اللي كتبغي تبين لك خاتم، كاين اللي كتبغي تبين لك لي بيجو، كاين اللي كتبغي تبين لك تشاكومخي. دونك انا تنقول لك الصراحه هذا الشيء راه بصح راه ماشي كنختاروا شنو كنبغيو نبينوا، حيت سي مانويل. انت كتشدي التليفون كتقولي راسك تيقول لك اجي نصور، ماشي يدك اللي كتصبخك التليفون. دونك راه هذه الصراحه. اذا هذا الشيء علاش غنجيو انا غير انسان، لان كما قلتي ما كنوريوش كل شيء، كاين حوايج كاين مشاكل كاين دي مومون اللي كيكون الانسان ضعيف او تخيست ما غاديش تقدر. لا ولكن انا كنحيي الناس اللي كيكونوا بعض المرات في الضعف ديالهم كيبينوه، تيهزوا كاميرا وكيبداو يهضروا. نعم تراكم خي كاينين بزاف ديال الناس. ممكن شي مره فكرتي في هذه المساله كنتي تخيست كنتي قلتي اجي نشاركها مع الناس ديالي؟ شوفي سي سورتو فوقاش كنت حسيت براسي شويه تنبكي وما جيتي با بيان، سي فاش كنت بغيت نلونسي لا فيديو ديال لاكوشمون ديالي. اييه سي فديك الوقيته باسكو كانوا جوستمون كان واحد الضغط عليا كبير بزاف، كنت لا والده تشوفي لا نوفيل في، كتكون الخوف، تيكون بزاف ديال الحاجات، كتشوفي جوستمون بزاف ديال الناس مقلقين منك حيت خبيتي عليهم لي جومو وما قلتيهاش لينا، وكيزيدوا يعاتبوك وانت ما عندكش الوقت وعيانه وربي اللي عالم بك. دونك هذيك الوقيته اللي لقيت راسي انني زعما جو سوي ان بو فابل لي سي تو. طيب كلمه تبغي تقوليها للناس اللي كيتبعوك والجمهور ديالك وللمشاهدين اي واحد شافنا دابا؟ صراحه بعدا شكرا ليك على هاد الاسئله الزوينين وهاد الحوار الزوين. دائما صراحه سلمى من الناس الوحيدين اللي زعما ما نقدرش نقول لك لا على لي زانترفيو، انا عارفاني جو في با دانترفيو، ولكن انت من الناس العزازين عليا. كنشكر الناس كاملين اللي كيتابعوني، كنشكر الناس على حبهم ليا، كنشكرهم على لي ميساج الزوينين فاش كندير بحال دابا اون فوتو اللي كيبارطاجي مهدي ديال لي زونفون ولا كيبداو يصيفطوا لي الله يحفظهم الله يحفظهم الله يحفظهم. غير حاجه واحده اللي ما كتعجبنيش هي فاش كيبقاو يقولوا ليا ما تبينيش ولادك عافاك ما تبينيهمش. انا تنحترم الناس اللي بغى شي واحد يبين شي حد يبينو، اللي ما بغاش يبين ما يبينش. الا حنايا قررنا اننا نبينو وليداتنا راه هذاك اختيار ديالنا، وكما قلت لك سيدي ربي يحفظهم لينا ان شاء الله. الله يحفظ وليدات الناس كاملين، وكنشكر الناس كاملين على الميساج ديالهم ولا الدعوات ديالهم. وكنتمنى دائما دائما هذه حاجه اللي ديما تنقولها، كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنهم ويشوفوني دائما في محسن. يا ربي امين صفاء، وشكرا ليك وشكرا لكم وفتحتي لنا دارك وفتحتي لنا قلبك. للراس والعين مرحبا، وشكرا انك تكلمتي بكل الصراحه وعفويه الناس، وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. يا ربي امين في البروجي ديالك لو فيلم ديالك ان شاء الله وفي لاسوسياسيون، انك يعني الهدف اللي عندك من هذه لاسوسياسيون هذه ان شاء الله يوصل وتقدري تفرحي ان شاء الله. يا ربي هذاك شوفي هذاك هو لو بوت ديالي انني نفرح ناس، سورتو انا كنحمق نشوف الناس فرحانين، وكنقول يا ربي ما قدرش زعما يعطيني القدره ويعطيني القوه انني ما نخليش انسان واحد محتاج. قسما بالله زعما يا ربي تعطيني مناش نعطي، قسما بالله هذا هو لو بوت ديالي والله يقدرني عليه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك وشكرا للناس اللي تابعوا معنا الحلقه ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم وخفاف على قلوبكم، ونكون قربت لكم صفاء حبير كل انسان اكثر. الى اللقاء.